جزاكم الله خيرا. من لم يصلي في حياته تقول هل يجوز أن نحج أو أن نعتمر عنه؟ من ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فليس بمسلم، فلا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له ولا الحج عنه ولا تصدق عنه، ولا ينفعه ذلك، لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فمن مات وهو تارك للصلاة فإنه يعتبر كافرا، لا تجرى عليه أحكام المسلمين. نعم.